لا صح، لا لا بارك. كلوا شرب شنو ذاك انا ماما مسكينه ما طلعت شي حاجه. فاتي الخياطة الفاسية تبارك الله عليك حبيبة، ما دخلوا دوك يدخلوا. فاتي مرتي، السلام عليكم فاتي مرتي، كيفتي مرتي ديالي؟ مزيانة الصحة لاباس؟ الحمد لله محبابك عندي اختي ديالي. دخلوا خمسة دابا. شكرا اختي ديالي ربي يخليك. منوعات منى، السلام عليكم. عليكم السلام اختي منى، كيفتينا؟ مزيانة الصحة لاباس؟ الحفرة قال لك وجه. مرحبا بك مرحبا بك. الحفرة ما قلتيش غادي تنعس. مرحبا بك فاتي خياطة، قدك الله يحفظك ليا حبيبة. ربي يخليك فاطمة اختي. منوعات منى قالت تبارك الله عليك اختي. الله يبارك فيك اختي. مرحبا بكم. ربي يخليك. مرحبا بكم عندي اختي ديالي. مرحبا بكم. بارطاجيو لي اللايف ومردودة لكم ان شاء الله يا ربي، نتعاونوا ان شاء الله يد في يد، الله يوفقنا جميعا، الله يخليكم. تجريو عليا من اللايف. لا حشومه حشومه، لا ما قلت لي غادي تنعس عليها، قلت لك واش باقي باش تمشي تنعس. فاطمه شكرا على الوريد، ربي يخليك. كي دخل بارطاجي اللايف، اللي دخل يبارطاجي لي اللايف، الله يخليكم، الله يجازيكم بخير، ارحم الوالدين، الله يجازيكم بخير. شكرا اخي، شكرا اختي ولا خاي. حفره المهم الحفره اختي ولا خاي. شكون ماك الله يسلك الامور يا ربي. امين علينا وعليكم بالخير. فاتي عامله فاتي خياطه فاسيه، كانت معانا هاد البنت البارح. فاتي البارح كانت معانا، قلت ليها الله يعمرها السلعه مسكين. عزيزه جيب لي ام راين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى. اختي عزيزه كيفتينا اختي ديالي؟ مزيانه الصحه لاباس؟ كيفنا هو ريان؟ مزيان مول دارك، كلشي على خير الحمد لله. مرحبا بك عندي اختي ديالي، شرفتيني، الله يوقف معك. عزيزه بارطاجي لي اللايف اختي ديالك. لاباس عليك حبيبتي، لاباس عليك، صحيحه كلشي بخير، وراك منوره حبيبتي. لاباس اختي ديالي، منوره بوجودكم، الله يبارك فيكم، الله يرحم الوالدين. الحفره اجي، واش عندك مع الوصفات؟ شويه كلش من الوصفه خصك ان شاء الله، شوية وما جي رمضان ان شاء الله دحيانا الله. قلت لك فاتي الخياطة راني عيانة شوية، قلت ترتاح. قال لك الحفرة، قالت لك الحفرة وصفت ديال الطياب ماكلة زعما. عندي الشيوة يعني كيعجبني الصراحة بالحق، قلت رمضان ان شاء الله نبقى نتفنن هكذا ان شاء الله ودابا الله. فاطمة اختي مشي ترتاح، اختي ديالي قلتي عيانة مشي ترتاح، صافي الباستيا وغتغطى شويه. صح اختي ديالي، هذا الجو اصلا كي هذا. قال لك شنو كتعمل في الشلاضه؟ بقا تورينا الطريقه ان شاء الله يا ربي. شنو كتبغي في الشلاضه؟ شنو الشلاضه بغيتي بعدا؟ قال لك الشلاضه ان
الشوكولاتة فيها أنواع، كيما دابا وسكين دابا واحد ديال خدها. شوف شلاطة خصك الله بغيتي سهل بغي تشوف. المهم أسهل شلاطة أنا نعطيك الحفرة، ما تيش مقطعة البصلة وخل وملح. برافو أحسن حاجة. أحسن طبيعي لا تقدر حمق. أحسن حاجة شكون تقرع فاطمة؟ هذيك هذيك مبكة السكينة فاطمة؟ ماشي فاطمة. ديك الحفرة قالت شكون تقرع؟ ما نعرف ديك ماما مسكينة اللي نقصها من تفوقات وصح. عزيزة السلام عليكم، تبارك الله عليك، يعطيك الصحة مسيرة موفقة علينا وعليك بالخير اختي عزيزة. كيف تينا مزيانة؟ كيف نور ريان مزيان؟ الحمد لله. فاتي قلت لك الله حبيبة أنا معك وخا عيان. لا زين ديالي ودا شتي راسك عيانة ارتاح اختي ديالي والله ربي يخليك. هاتك بري ودي الحوت كيش كتعدل لهم الحفرة، الحفرة جات لما قلت في الليل ودابا عاد شاهينا دابا على الله نوضو نفتشو على شي الله. اصلا كيعجبوني بريوات الحد قال زعما كيفاش كتعدل مغطات الوصفة. كاينة شعلية صينية الزيتون والحار ودي قلت الحوت والحوت شي على حسب. الله يحفظك لي يا حبيبه ربي يخليك فاطمه اختي ربي يخليك ربي يخليكم كاملين. وبدلنا محتوى الطياب، غنكون بدلنا محتوى الطياب زعما كنت كتعرف طيب بقات عدلو تعدل ان شاء الله ان شاء الله. انا قلت ان شاء الله يا ربي يدحينا الله في رمضان، رمضان بقى ننزل شي وقت هكذا باقي وان ان شاء الله. ان شاء الله شهرين هيا معنا دحينا الله تعالى وبرك. نعمت لك ان شاء الله عزيز اختي ان شاء الله عزيز اختي شكرا ربي يخليك فاتي صرفت لك الوقت. شكرا فاتي شكرا الله يشافيك اختي فاطمة ربي يخليك. لا هضروا على شي موضوع او قلنا شي حاجه دابا خصنا نعاودوا النكتات اللي عنده شي نكته يعاودها او لا والو شي طرائف شي حاجه وقعات اه شي نكته شي حاجه هكذا ندوزوا الوقت. عزيزه اختي عزيزه اختي عملت قهوه وكيكه هاوية أصلا كنأكل العصير والكيكيات. حفل موافق إن شاء الله يا ربي. شكرا أمي حنان بنت عمتك. شكرا بنت عمتي ربي يخليك فاتي شكرا على الوريدات اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لك حبيب عزيزة أختي شكرا أختي ديالي العصير والوريدات ربي يخليك. بانكيك كتخدمو بالطراب ولا بيدك؟ بالطراب بيدك مالك الحفرة سامع بقاش بانكيك يرجع وين دحب سيبلك شي حاجه اسمح لي في اسئله بزاف هل الحفره اسمح لي لا خذ راحتك خذ راحتك كما كتوجهي قول هذا الكلام ماما سعد دخل اختي أماما لا
لا شكرا عزيز اختي، شكرا، ربي يخليك عزيز اختي، ربي يخليك. ما يوفقك ما حفرة. هالسهرة هيا بديا، قال لك خصم السهرة هيا بديا. امشي بحالي ولا نبقى نشط لكم اللايف؟ مرحبا بك، مرحبا بك. شكرا زين ديالي فاتي، شكرا فاتي على القلياب والوريدات، ربي يخليك اختي، ربي يخليك، الله يطول لي في عمرك، يهلي خطيكم اختي ديالي عليا كامل اللي حضر معايا كامل. الحفرة قالت لنا بلا شي شي واد هاو مالك دابا الله ان شاء الله جلسنا سرت ان شاء الله جلسنا حرت الله دابا تعدت لك ان شاء الله شي واد كاش بك باقيله الحفرة شان دخلت شان دخلت الاحسن ها اسكت دابا ولا بلا تخطا شان قسما بالله هذا نهار بصح الله انا حلت كيكا دفاني شحال درجات الحراره كتعدل لها الفران؟ شوف باش تجيك كيكا ديال فاني درجات الحراره مزيان عدلها 360. شكرا باش فاتي باش تحرقنيش دغيا دغيا. شكرا فاتي البساطه مع ام ياسمين صادت لك شكرا فاتي ديالي. وفاطمه من اسبانيا فاطمه كيفتينا اختي ديالي مزيانه الوليدات لاباس كلشي على خير الحمد لله مرحبا بك عندي اللايف مشرفه بوجودكم اختي ديالي ربي يخليكم منوري الحال شو مسكينه ربي يخليك فاطمه شكرا شكرا فاطمه اختي شكرا عزيزه فاطمه اللي حضر معايا كامل شكرا الله يجازيكم بخير دخل عندكم الخير يا ربي رد لكم شي ساعه الخير عزيزة صارت لك تاهي قليبات شكرا اختي عزيزة ربي يخليك بارطاجيو اللايف و 800 الناس هما بداو كيدخلو دابا بارطاجيو اللايف ربي يخليكم نتوما تضحكو عليا انا منيتي كنهضر كنبارطاجي لايف منيتي ساعة هي كتو فيا كتو شيكو شكون حفرة كيسايق الوسام باينة فيك كتفلا عمو عبد الله مرحبا بك كيفتينا عمو ديالي لاباس عليك بخير وليدات لاباس العائله كلشي على خير الحمد لله مرحبا بك عمو عبد الله الله يرحم والديك فاطمه من برشلونه قلت لك الله ربي يسهل عليك شكرا فاطمه ربي يخليك اختي ديالي ربي يخليك امين قال لك لايك لايك عمو عبد الله شكرا عمو شكرا عمو بارطاجي لي فيديو الله يخليك لي زامي ديالك
مدريد فاطمه قد كان مدريد مش عارفين ازاي. شكرا اختي فاطمه ربي يخليك اختي ديالي. عبد الله قال لك دار لك بارطاج. شكرا عمو ديالي شكرا ربي يخليك قلت التوفيق. شكرا التوفيق. شكرا ربي يجازيكم بخير. شوف لي حنان من عندك من عندك نتين حنان ما شنو مالك شنو ما ديتيهاش بلا لا ديك انا مثل ابوني في اه في اليوتيوب حنان قرات تكون مشغوله اليوم تعرف فين هو عمو عبد الله باقي معانا مرحبا بك عمو قال شكون معاك معايا بنيته ديال جاره ضعينه هي مسكينه كتقرا لي كومنتاريوس مش عارفين عمو عبد الله شكرا عمو عبد الله الله يرحم والديك الله يجازك الله يوقف معاكم الحفره نتمنى نشوفك في شي فيديو مي نعم ما شاء الله المهم ما فهمتش شو نتمنى نشوفك في شي فيديو شكرا بزاف شكرا شكرا ربي يخليك عم عبد الله كيضحك ويا عم عبد دابا بحال اللي حضارين عم عبد الله الله يلا اللايف كيجيب النعاس خاص النكتات خاص بزاف سلم عليها شكرا ربي يخليك عم عبد الله شكرا لك الخير رحم والديك شكرا فاطمه اختي على الوريدات ربي يخليك فاطمة تحياتي عم عبد الله تحياتي لزوجك ولولدك شكرا زين ديالي عم عبد الله فاطمة فاطمة لا عم فاطمة فهمتك جاوب عمو عبد الله عمو عبد الله قال لك تحياتي لزوجك وسحب لي فاطمه حيتاش فاطمه عارفه لي ولدي وعارفه لي شكرا عمو شكرا شكرا عمو ربي يخليك سحب لي الاخت فاطمه عادي عادي لسه ما فيها خاصك ديري مداخلات باش تطلع لك قناه كيفاش مداخل لايفات ياك عمو ماشي انا بدي ما عنديش مع دخل ما عرفش شنو مداخلات نو سقسه سولو سولو سا وي عمو تقدر تشرح لنا شنو لا مداخلات هي ما يكونوا لايفات ندخل عند الناس هذيك مداخلات السلام عليكم فريد الازرق مرحبا بكم عم عبد الله كيضحك مرحبا بكم ايه والله صديرات خص النكتات خص بزاف شكون علاش ما كتبغيش تزوجك ولدك في اللايف حيت داك ما يمكنش تبارطاجي حيت الشخصيه كتبارطاجي راسها مع الناس والزوج ديالها ولدها كيبقى الحياه ديالها الشخصيه ديالها وصافي علاه داك ماشي شي حاجه زعما من بعد مقنوري وماشي مشكل ان شاء الله شي وقيته خاصك واحد التليفون باش الناس يدخلوا يهضروا حتى هما قاد ما خصك تليفون باش الناس يبقاو يهضروا حتى هما تبقى تطلع معاك بحال تطلع معاك الناس ياك عمو عبد الله بحال اذا ما تطلع معها ناس في لايف
تبارك الله عليك، ربي يحفظك ومتعمتك فاطمه، صارت لك ايموجيات. شكرا فاطمه اختي، ربي يخليك متعمتك خاطر تبارك الله عليك، الله يحفظك يا ربي متعمتي، ربي يخليك ربي يخليك. محمد شانيل الضريف، السلام عليكم ورحمه الله تعالى. وعليكم السلام خي محمد. عم عبد الله قال لك واه يعني اختك تطلع معك الناس ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. وخاطب مع عم عبد الله تقعد تعمل لايف ثانويه، تطلعوا ثانويه في دقه واحده وقصوا دروا معايا. اه وكيسمعنا لطيفه مارو قالت لك اهلا. اهلا اختي ديالي، شرفه بيكم. ما عرفتش انا واش في فيسبوك، فيسبوك انا كنعرف كيفاش نعدل الدوموند انا نطلع مع شي واحد، ولكن هنا ما عرفتش. صعيب زيدي في الصدمه. الحفره قال لك بويم سمح لي خاتو ديالي، انا غا كنت كنضحك معاك وصافي، ندوزو الوقت مزيون وصافي. شكرا خذ راحتك. بالعكس مرحبا بك، تبعنا لومبيونس في اللايف بقاو نضحكوا معاك. كيضحك وكيفوش باش كيدوز اللايف. ام عبد الله قال لك برافو معايا، يا تتقد دخل الناس مو يلعب لك شو ان شاء الله. ان شاء الله دابا اول مره من هذا مدهشان ما عارف شي حق، دابا اللي عارف شي حاجه يعني هذا كيفيد هذا. شكون عم عبد الله يعمل لايف بغيتي تطلع معاه قولها له، وساعتك يطلعك معاه هو في اللايف، واخا يكون عامل اللايف تدخل معاه ان شاء الله. هو كيقول لي كيقول لي ما يكون لايف تدخل. لا تدخل معاه، تدخل معاه تطلع سنوية في دقه واحده في اللايف. في اللايف. مين تاي لايف صوني عليا باش نفهمك مزيان. واخا ان شاء الله ان شاء الله. شكرا عمو عبد الله. فاطمه اسبانيا قالت لك محمد ضريف من طرافي، محمد ضريف من طرافي. شكرا شكرا فاطمه، مرحبا بكم ويش بكم، مرحبا بكم كاملين، الله يجازيكم بخير. شكرا فاطمه الرحماوي عزيز ما شاء الله تبارك الله عليك، ربي يخليك. شكرا شكرا ربي يخليكم. فاتي صارت لك الوريده مسكينه مريضه فاطمه، الله يشفيك. شكرا فاطمه، الله يشافيك اختي ديالي، ربي يخليك. عزيزه اختي شكرا. حتى انا من طرف فاطمه مدريد مرحبا بكم. شكرا مرحبا بكم. شكرا فاطمه على البارطاج. مرحبا بكم، تدخلي بارطاجي اللايف، بارطاجيو لي فيديو الله يخليكم. مسيره موفقه لنا جميعا يا رب العالمين، الله يوقف معاكم في الدنيا وفي الاخره. في ساكنين، احنا ساكنين في طنجه. شكون اللي قال حفره؟ انا باقي سقسي على ساكنين حنا الحومات باش لا ما قدرناش الكبار سقسي. بغيت سقسي انا قالت لي في ساكنين قتلوا في الحفره. عزير موحي السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام، مرحبا بكم عندي اللايف. حفره قالك جميله قالت لك من مكناس. لا فاطمه عزير موحي فاطمه صارت لك ديك ايموجيات. الثانيه هذيك فاطمه ما دريت حتى هي. مرحبا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بكم الناس ديال مدريد واللي هنايا، مرحبا بكم وبلجيكا حبايبي. تحيه لعمو عبد الله، منورة بوجودكم، الله ينوركم. عمو عبد الله قال خرج. فين هو عمو عبد الله؟ فين هو خرج؟ عالم قال محبوباتي تي في السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. حفرة قد خصتي تجي عندكم من طنجة. محبوباتي تي في. مرحبا بكم. محبوباتي تي في. مرحبا بكم. حفرة قد خصتي تجي عندكم من طنجة، مرحبا بك. مرحبا بكم. وصفات نجاة قالت لك سلام. عليكم السلام اختي ديالي، مرحبا بك الزين. مرحبا بكم اختي ديالي، مشرفه بالوجود ديالكم. محبوباتي تي في صارت لك قليبات. شكرا شكرا. ريزو لوف يو ماي بيبي. سير سير دخل كيتفلا قالك لوف. لا شي واحد يعني مع على برا قالك لوف يو حبيباتي. شي واحد مع على برا يمكن مصاري تقدر شي كيضرب. مصر عندهم عادي ياك. ريزو ايفينو المهم مرحبا بكم، دخل مرحبا به. مارتين عطيك السلام عليكم. عليكم السلام. ف
فاطمه مدريد حتى هي جات مع فاطمه مدريد صح هي بارطاجات اللايف ديالي. شكرا مرحبا بكم، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، تعاونوا مع بعضياتنا يد في يد، اللي عنده تيك توك يوتيوب انستغرام تعاونوا مع بعضياتنا، بارطاجيو هذاك التعاون مع هذا، والله يوفقنا جميعا يا رب العالمين. عمو عبد الله مرحبا بك، مرحبا بك. عزيزة اختي على قليبات، شكرا اختي ديالي ربي يخليك. عمو عبد الله كساتك، شكرا عمو عبد الله، الله يجازيك، الله يطولنا في عمرك. سعد جي المغرب اجي عندك سكسو والطاجين اللي قلتي عمو، مرحبا بك. عيد جي المغرب اجي عندنا، مرحبا بك والف مرحبا. اختي واش عرفتي شكون انا ديك محبوباتي؟ صراحه واقيلا ما عرفتش. لا ما عرفتش، ما عرفتش اختي ديالي واخاي شكون ما كان. سلي ويا بني اي تقولك شكون هانيا دنيا قتلك غراسياس فاطمه هانيا. مرحبا بك، مرحبا بالناس ديال اسبانيا. هانيا دانيا مرحبا بك، مرحبا بالناس ديال اسبانيا. شكون اسبانيا فاطمه شكون اخر؟ كاينين بزاف فاتي عندي بزاف. دينا دا اميغو بار فاطمه مدريد تيام فاطمه مدريد. شكرا شكرا الله يجازيكم بخير. كي بارطاجيو الناس بزاف اللايف يطلع لك اللايف فاطمه بارطاجات خويا وعندك الناس. شكرا هذا كي بارطاجينا هذا الله يخليكم باش تزيد تكبر القناه، الله يخليكم هذا كي بارطاجينا هذا الله يجازيكم بخير. شكرا فاطمة اختي مسكينة وخا مريضة الدروشية معايا حبيبة، مردودة لك فاطمة اختي ربي يخليك، الله يخليكم جميعا يا رب العالمين. شوفها سلام قزواني ميلود مرحبا مرحبا فاطمه قطعي بارطاجات ادخلوا الناس ما عندك. شكرا بزاف. شكرا فاطمه اختي شكرا شكرا الله يجازيك اختي ديالي ربي يخليك، الله ينورك يا ربي وينوركم جميعا. توا ميلود قالك باغ فاطمه مدريد تي هي تعرف فاطمه مدريد. شكرا شكرا اخ ميلود غراسياس غراسياس ميلود. شكرا على قريبات قريبات. شكون شكون هذاك؟ بيوتي وي ام وي ام تبارك الله تبارك الله. شكرا على قريبات تينا تينا. لا ماشي انا انا معاك انا فاطمة صارت لك بوست. شكرا اختي ديالي ربي يخليك فاطمة اختي. ماما ماما اجي 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 ماما خصني هذا ديها ماما دي واحد دي واحد دي واحد ماما ماما ام رايان تي صارت لك قليبات. شكرا اختي ديالي عزيزه الله يعمرك قليبات. شكرا عزيزه اختي ربي يخليك صفاتي صحاب القليبات ديالك. لا ما حتى الناس كيصادوا. شكرا الله يجازيكم بخير على قليبات هاك ماما هاك خليني ترانكي. شكرا ما كيتبارطاجا كي
كي زيدي هذا. شكرا، الله يجازيكم بخير، الله يطول لي في عمركم. شوفا وي انا نقول لك هاو ار يو اي ام فاطمه مدريد ام فاين اند يو كيفتي لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، انت مزيان كلشي على خير. تواتر مع فاطمه مدريد. شكرا، ربي يخليك، ربي يخليكم، الله يوفقكم تاتوما، ربي يخليكم، الله يجازيكم بخير. الله شكرا فاطمه مدريد على الدعوه. شكرا، مرحبا بكم، مرحبا بكم كاملين اللي معايا كامل، الله ينوروا يا ربي. حتى اللي دخلوا مع فاطمه بارطاجيو اللايف سيل فوق. شكرا شكرا، هذا كي بارطاجينا هذا. الله يخليكم. ثانك يو. شكرا، ويلكم. ديروا ماما ديروا هكا هكا يكون. شكرا شكرا فاطمه ياك فاطمه، شكرا فاطمه اختي، شكرا. البارح عملت اللايف وجبتنا الهضره على قطيوط، عندي واحد القطيوط كنربيه، ايوا بنيته اللي معايا كتخاف منه، ايوا كان لي كان لي يعني اللايف علاقتيوط، كنهضروا على قطيوط يعني على الخوف ديالهم على العطاء ديالهم على اليوم خبعنا ياك كملتي خبعت صندوق. عزيزه اختي شكرا على قليبه اختي ديالي، ربي يخليك. اوكي عيط، سمع الهضره عليه وبدك يعيط. شكرا فاطمه اختي، شنو كتقول لي فاطمه؟ قلت لك شفتو كانت هي معنا البارح. الله يعيط. محبوباتي تي في صارت لك قريبة، عرفتي شكون هي محبوباتي تي في؟ قلنا شكون تينا باش تعرفك محبوباتي تي في. سمعه هاد محبوبه تي في، فاطمه كتضحك عليا ياك كاش كنخاف ما نقط والله الا كنت نقط. لا سمعه محبوبتي تي في وما عرفتش شكون والله الا كان نص مقط يا فاطمه كان لا قول بس كنحلم تي في شكون اي جونا مش ما مشهوره القناه هادي محبوبه تي في والله الا ايوا مرحبا بيهم. خالته سعيده ما دخلتش عندي. لا مدخلتش. وجالي حنان اللي كانت معنا البارح دخلت؟ لا مسكينه عندها شي شغل. ايوا شات الحمد لله. تحيه لحنان الى تفرجت في هذا اللايف، مسكينه البارح كانت معنا والله الا دوزات معنا البارح مسكينه. خاطرك شوف التليفون، حيت التليفون دابا هي عامله فيه اللايف. اها عليها ما هي تشوف التليفون غادي تعرفك. فاطمه حتى انا تتلك تخاف من القط وصافي جبرت اختي. حبيبتي كتضحك تضحكوا عليا حتى خاف من القط واقيله ويا. شكرا فاطمه اختي على الوريدات، الله يزين يومكم يا ربي يرحم. طاش ديالك فاطمه كتحسي وياه عزيزه اختي. الشريحه بلا ما حيت الريزو عزيزه الا محيت الريزو عندك شويه ضعيف كنصيفط بعض المرات منوره اللايف والله راكي منوره يعطيك الصحه. اللايف اجي واش اللايف مقطع قالك الريزو عندك شويه وصافي ياك. مشكله
انا كيجينا عادي زعما، ولكن نتوما اللي غتحكموا يعني كيجينا عادي. الريزو ضعيف والله. ومن هي زعما السد؟ السد صدق اصلا شنو سميتو اللايف خصك تكون اللايف هذاك مجهد باش اللهم امين فاطمه قلت اللهم امين ويصل وصفات نجات ويصل صارت قريبه العيلة دخلتي. شكرا نجات، شكرا ويصل. لا بالعكس خدام مزيان، لا صافي دم نايف هو هذاك، لا مزيان الكاميرا. شكرا شكرا للكل، شكرا الله يجازيكم بخير. حنا حسبنا الريزو ضعيف. وانا مفهمتش قالت لي داكشي من الريزو ما فهمتش، سحب لي على الصوره كتقطع حتى شبارح البارح هادشي اللي وقع كان اللايف كيتقطعنا يعني الصوره كتقطع تقليبات. سعاد محمد محمد شكرا اختي ديالي ربي يخليكم. السلام عليكم، تبارك الله عليكم، نعطيك الصحة مسالة موفقة عزيزة. شكرا عزيزة اختي، ربي يخليك، ربي يخلي لك العيال. شكرا شكرا اختي ديالي، ربي يخليك فاطمة اختي. قولي مزيان البارح كان كيتقطعنا اللايف والله إلا أنا كان كيجيني واضح زعما مزيان، ولكن ملي شفت جبرت كيتقطع. خليك ديك الشيء مكونيكسيون. عم عبد الله فين مشى؟ فاطمة اختي فاطمة شكرا زين ديالي، ربي يخليك ربي يخليك. عبد الله بكا قبل ما تمسك عز علي شكون؟ لا شي واحد يصبحنا معاك وشي واحد يمكن باغي الحوايج ايوا صافي يا حبيبي طلع انا كنسلم صحاب لي الله يحفظ عين عرفي طلع ديك فاطمة قالتلك انا معاك. شكرا فاطمة اختي ربي يخليك، مردودة لكم كاملين اختي محبوباتي تيبي صارت قريبة. شكرا محبوبة تيبي، شكرا ربي يخليك. القناة ديالها شنو؟ سألني باش ندخل القناة ديالها. صح صرت عليه باش نتفاهم. عزيزة شكرا سيدي يا ديك بخير. مالها وصلت لك ايموجيات معصبة؟ نعرف شكو عصبة كزتين عزيزة اختي جاها النعاس. عزيزة عبلا الريزو عندها تقيل قالت عبلا الريزو تقيل ياك سلم لي على ريان ربي يخليه لك اختي. ها قناة ديالو عرفتيها صح بارطاجي هادي أصلا كتعرفها يا كنتعامل معاها صح
انا مثل ابوني. شكرا. هيا وي ام دخلت عندك محبوبه تي في. ندخل عند فاطمه. هيا دخلت عندك وادخل عند فاطمه. وهذا كيدعم هذا وسادته يا فاعل الخير والله العظيم داكشي اللي عندي من هاد الدنيا الانسان هو يكون يعني كيتعامل مع بعضياتو هكذا وكيساعد بعضو باش ربي يساعدو اي حاجه اللي كيتمناها ربي يوفقو فيها ونبغيو الخير لينا وجميع المسلمين. العفو الزين الله يوفقك. ربي يخليك. الله يسهل عليك. ربي يخليك. فاتي خياطه هي كتفاعل معاك هادي مسكينة. الله يعمرها سلعه. الله. حتى هي مثل ابوي. شكرا. قولوا بي انا كيف الله يلا كليس الله يلا شو مساعدة انا بحضر شغل مرة اخرى قولوا النكتات نعبد النكتات باش من باش ما قنطوش ربي يسهل عليك. امين الزين. شكرا. امين الزين ديالي ربي يخليك. واش عندك قناه اختي؟ لا اختي انا باغا كنقرا صراحه ما عنديش الوقت بزاف. عندي انستغرام باقي اصلا ما كنزلش فيه زعما انا نوريه لك وما كنزلش فيه بزاف كنقاش الحنة وديك الشيء عندها نقيشه مزيونه ما شاء الله كتعدل ديك الديكور ديال العرايس يعني ديك الشميعات كنخدمي مع الناس اللي كنعرفهم وصافي الشميعات انا عملت الباج يلاه عملتها يلاه كريت دابا ان شاء الله من بعد عملت كارت فيزيت هكذا ويحتاجوك الناس باتو شغويال ما كتبانش دابا ياك ماتوش اسمها ماتوش ماتوش رويال غتدخلوا عند ريحه فلوك هي انستغرام ديالها وغتتبعوني عند نوريهم انستغرام ديالك هاوري حفلوك هادي هي القناه هادي الباج ديال الباج ديال ريحاب في الانستغرام هي وانا ديالي هي هاد ما تمش من بين شي واحد هاي ديالي صافي باش نبرجع لك دخلوا عند ريحاب في انستغرام ان شاء الله ايوا مرحبا بكم عندي شكرا نورتوني الله ينوركم في الدنيا وفي الاخره وشكرا لكم جزيل الشكر اي والله اي والله يوفقنا يوفق الجميع يا ربي عندك جوج قنوات شوفي لا هذيك ريحاب فلوك ديالها وي انا شفت انا قريت ريحاب فلوك ديالها وانا عندي ماتوش غويال هذه في الانستغرام اما القناه لا القناه ما عندي شي حتى شي قلت لكم باقي كنقرا اصلا حتى الخدمه يعني هذا كتجيبها شي نقيش وشي حاجه غير مع الناس يعني هيدا قلال اللي كنعرف يعني بزاف وصافي ولكن بغيت القدام ان شاء الله يقدر يكون شي حاجه انا كرييت باج ديالي عملت اللوغو وما عارف نبقى ننزل فيه ان شاء الله الله يعاونك اختي الله يسعدك ويوفقك امين اختي الله يعاونك تينا والله يسهل عليك بالتوفيق ان شاء الله باش ما كتمنى تينا وريحاب واللي كيتفرجوا فينا كاملين ان شاء الله يا ربي الله يوفقك هاديك انا سعيد
لا ماشي ها ماشي حس امين امين السين لي يسهل عليكم كاملين تخش واحد ماشي واحد لا بقدرش ديالك وحسن العشاء في شي خيار طلع 17 هما عشاد الناس مرحبا بالناس اللي دخلوا دابا مرحبا 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 والف مرحبا فاطمة قالت امين امين ربي الحبيب عزيز السلام عليكم شكرا عزيزة اختي صحة مسرة موفقة بإذن الله أمين شكرا أختي ديالي ربي خالق نجت يا قلت اللهم أمين نجت يا نجت ويصال نجت ويصال كيف توما لاباس عليكم بخير مجيد لاباس كلشي على خير كيفنا هي خالتي مزيانة الحمد لله ربي خليكم صارت لك فاتي قليبات شكرا فاتي على قليبات على الورود واش كتعاودوا جبتوا شي موضوع تناقشوا فيه يلا فاطمة و فاطمة شكون هو سواقي لك كريم فاطمة فاطمة ومحبوبة ديفي صارت لك قريبة شكرا مروان احسب احنا حسب شي واحد طلع ها مروان كتبتي لي شي كومونتير اول ما عندي شي باج ديالك واخا ساعه ريحه بفلوك باقي كت سعاد محمد صارت هذيك ليله بس خلي تعشي مروان تاكو كيكه كيكس صافي مخصوش مخصوش يلا يلا تعشي اي واحد يكون هذاك كيحشى هاك هاك ريحه بنز قالت لك ريحه نعم قالت لك فاطمه واش تلمتي دوان شكون فاطمه مدريد لا زين ديالي لا من طنجه يعني بالعربيه جبليه ولكن كاريه في طنجه لا هي لا جبليه وريفيه مخلقه والله الا باريفي ولكن ما خلقش تما ما كنعرفوش شي ريفيه لا با لا الله يرحمه مسكين وماما جبليه وكيبقى يعني اصل باين حق كاريه في طنجه كاريه في طنجه انت شنو مدينه من هنا يا فاطمه شنو مدينه في المغرب من طنجه ولا من تدوان حميد هاكتي هذا مروه باقي كرة كانوا لاعبين مدريد وقيلة مدريد لعبت سوا مع مدريد هاكتي هادي مروه لا لا مخصوش ضايل هادي ودي له واحد كيكيسة ها مرحبا مرحبا شكو تخل معانا مرحبا خليه
خلي مسكين خلي عندك عندك يطيحوا كرسي عندك 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 انا نناظر دابا ها وانا هيك فطيبه يا انا من ناظر انا اصلي من ناظر ولكن ما خلقين شي تما يعني با ما كيعرفش الريفيه ويسرقتك الحمد لله وتينا لاباس عليك ونزار وحميدو لا بس ويسار كيفاش نيه شويه الا كنت نعيط في الواتساب وشويه الزين ديالي وصافي هي معايا والله الا تجون عندي مرحبا بكم هي معايا مسكينه اي والله مريضه شويه الدريوشه ويسار كتقصي عليك ونجات ويسار قلنا مرحبا بها مرحبا بكم ويسار بس كون مرات خاي ويسار انا الا عدت العهد تن واحد علاش ويا خليه يفتش الراس يلا ويسال هات نزدق سنت برا الراس دي ودخلتك دي ودخلتك مرحبا اللي دخل عندي جديد دخل عندي مروان مرحبا مرحبا يا اه لا ما نعرف اش واش ما خصوتي كومونط على طلع لي اه بنتي نبني نبني قال بنتي حميد جا نعس سبعتاش تجي تبارك الله كتر الخير يا ربي يلا كومونتي وجبوا معنا شي موضوع يلا شي بارطاجيو فيديو شي سوجي نناقشوا فيه بارطاجيو الله الله يخليكم شوفوا الاراء ديالكم في شي موضوع يلا نعاود النكتات شكون هو نزار شنو قال له مزيان يخلط ويصل اللي نتاحتي ليك اللي قلت كيف لي خالتي ويصل بقى لك القناة لالا فاطمة دخلت عندك سقطك تحياتي لك حبيبتي شكرا فاطمة بنت عمتي لاباس عليك الحمد لله مرحبا بيهم الله يكثر الخير مرحبا بيهم ساكن الله يلا هما معايا مساكن لا تا هي مسكينه العائله ديالي كاملين العود عبد الله مساكن مرحبا بيهم هما معايا ماما ايوا بشويه بشويه كنتي بتلقى غير موسيا ضاي قدر كنت ما دخلتي في شبراتي ودابا هذا كيقول انا هذا عزيزه واقيلا ملي كثرت داك ايموجيات مع الصبيط عزيزه كيفتي اختي مزيانه عزيزه مزيانه اختي ديالي لاباس عليك ها فاطمه دعنتي قال الحمد لله ربي العالمين تكون بخير والحمد لله Thank you.
حف موافق بنيل شكرا تعمتي ربي خالي لاحظتي الناس ديال اسبانيا دخلوا مول بعضياتهم حتىش فاطمه مدريد هي هضرت معايا قبل التي قالت لي انا ما نش نعمل اللايف مع تسعود وين سالي عم بارطاجي لك الناس هي كامل اسمح لي يا حبيبة تصبح على خير سلامة الله يشافيك الزين سلامة أختي ديالي فلوق أسامة السلام عليكم إخواني أخواتي في الله أسامة عليكم السلام مرحبا بك أسامة مرحبا بك أسامة ربي يسر الأمور شكرا أخي شكرا منور بكم جميعا شكرا ربي خالك تسنين وارسي خير لايف فاطمة لا فاطمة قالت لك لي مرات حبيبي مزيانة بخير سلمي لا بس لا بس شويه مسكينه شويه هي هنايا الدريوشه كتستعمل الدواء ديالها نطلب الله تكون على خير بعد عاود تحلل ونطلب الله يلا اهلا وسهلا بالجميع شكرا اخي ربي يخليك ربي يخليك شكرا اخي الله ينوركم لي تخلي بارطاجي اللايف عافاكم عملوا لايك عملوا لايك اللايف محبوبتي تي في شكرا لقليبة الزين شكرا الله يعطيك الصحة والعافية اختي ربي خليك اخي شكرا تسينا الله يعطيك الصحة والعافية والله يوفق نجت ويصل باقة ولكن مش حال هذه ما نزلت فيها مع الوقت مدرسة ما كاينش الوقت واخا خصك مره مره تخدم ويصال باش لا يوفقك ويصال انا على هذا الحساب باش ما عملتش انا كنقول انا بشرى كنقول انا على هذا الحساب انا ميخصني من القناه خصني نكون مساليه ديسپونبل الليله حشمي اللي كتكون قرايه وقناه وهذا ما كيتروى بنادم ضروري انت كتشفتينا بلا قرايه وانت كتبقى مشغوله معاه فهمتي تاخذ لها الوقت و وصافي نيسا قول لنا عاس القرودة نيزاك خلي خلي عاد ماشي خايب كنت عجبني الصوت ديالي انا وجبت له صاحبتي اليوم صدت لهم على برا مسكينة صدت لي لي كوش ماما الحمد لله وشكرا لله طيب شربت انا حمد ويسال فيك تقرا الباك الباقي ما نصحك شخصي قرا وقيلة وانا ما اعرف صقصيها وما كنت متأكدة حتى واختي ما كاش عندك الباك عندك سيزيان واخا شويه شتي خصك ملي كتكون هايده واقفه ما كيف كيتعوض كتبقى تتحرك بزاف كتخرج دوك ويصل واخا ما تكونش عندك الباك تكون عندك سيزيان ماني ولكن سيزيان ماني راه صراحه واحد العام اللي هو مهم يعني كي كيسهل عليك العام اللي مورا وبالنسبة للدروس شي كنقول لك بحال واحد شكرا السلسلة فاتي. شكرا اختي ديالي بحال واحد السلسلة فيها حلقات ولا مشيتي تاع ضيعتي شي حلقة كتبقى بحال
يعني مفكوكه فهمتي، يعني ضروري خصك تبقى تبع الدروس، ماشي بالضروره تكون عندك الباك. الامام اللي قبل راه كيلعبوا واحد الدور صراحه هاد الله في الباك. والله ما عندي بسينه متمزيه. صباح الخير اختي محبوبتي، صباح الخير حبيبه. شكرا اختي ديالي، ربي يخليك. شكرا. والله في ناس خاصة الموسيقى في حلقة خاصة الموسيقى في حلقة حتى غدا إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. شوفي كيف نجد سويسر. امين يا ربي حتاتنا الله يوفقك في القرايه ديالك. امين. شكرا لزين. مره خدم القناه ديالك ويصل باش ما تنعشي ديك القناه فهمتي. مره خدمه فهمتي، هيدا السبت والحد بقات شي فيديو فيها وعاو ما تنعشي عليها فهمتي. مره هكذا شو مستوى عندك ويصل؟ اش من عام عندك؟ الباك ولا سيزيام ولا؟ عزيزة السلام عليكم. تبارك الله عليك اختي، الصحة مسار موفق. امين. شكرا بزاف. ومحبوبة تي في زرت لك قليبات. شكرا محبوبة تي في. شكرا عزيزة. بالتوفيق والنجاح فاطمة. لالا فاطمة شكرا. لالا فاطمة شكرا بتعمتي، ربي يخليك تتينا، الله يوفقك ويفرحك ربي بوليداتك يا ربي. اش كتعمل فاطمة الزهراء ولا ميوءة ايمان او محمد ياسين؟ مزيان ماما ان شاء الله. مروان لايف حشتي ماي اصلا في ان شاء الله يا ربي. الا بغيتي نعدي هذا شي اكتيفيتي ان شاء الله ونعملوا شي نكتات هيدا، نبداو نعاودوا النكتات ان شاء الله يا ربي. اي والله يوفقنا يوفقكم. كاين بزاف الافكار ان شاء الله. شنو قالت لك ويصال على قرايه؟ على ما جاوبتش. كم قالت لك ويصال شمن مستوى عندك في الدراسه؟ ايوا لا عندي الباك. ايوا عندك الباك اختي، ركز على الباك. تبارك الله. شوف حيت شوفك واحد الحاجه، الباك الا ما كانت بواحد بعدا لا مونسيون طالعه ماشي 13 شو باس. المهم ولكن باش كتجيبها بنقطه عاليه كيكون عندك واحد الافاق كبيره، كيفاش كتجيبها بنقطه عاديه يعني شويه كتفهمتي. شكرا عزيزه اختي. شكرا باتي وعزيزه اختي. شكرا الله ينجحك. أمين أختي ديالي، ربي يخليكم.
لا سي الا كنتي عامله ويصال سيونس وبغيتي شي حاجه كساعتك قول لنا بشرى ونعاونك بشي مشكل ان شاء الله. حق في الماط الفيزيك شي حاجه ان شاء الله. عندي مع سيونتيفيك ان شاء الله. اي والله يوفقكم يا ربي بنت عمتي شكرا ياك ميان مرحبا بكم جميعا شكرا نورتوا الحب شكرا الله يجازيكم بخير الله يطول لي في العمر ديالكم يا ربي اللي خطيكم بعد ما تخلوش كان يتفكر شوية بشوية شوف مي وقال عدلو تقطعت لي زاكتيفيتي كشي وهذا فهمتي تقطعت تمشي محتوى وديك هذا اللايف تقلت لي عندك ان شاء الله ان شاء الله يا ربي شوية بشوية شكرا فاطمة شكرا بنت عمتي شكرا عزيزة شكرا حنا مزيان الحمد لله ها هما هنايا بنت عمتك خاطرك الحمد لله مزيانين هما هنايا والحمد لله حنا عندنا الشتا وانتوما حنا عندنا برد سميقلي والشتا ما كايناش شكون اللي قال صافي طنجة قالك فاطمة د مدريد عندكم الشتا تبارك الله حنا عندنا برد صافي حنا عندنا برد ماشي حق كيقولوا غدي ان شاء الله كاين الشتا الله اعلم الله يرحمنا الله يعيلك كيقولوا غدي ان شاء الله ولكن مشكلة عندي السطاح كيدخل عليا الماء ودابا جا معلم حفاظ الدنيا غير الله يحفظ وصافي يا الله الله يحفظ باقي ما كملش حتى ديك الملعقه ترشالو الشتا واخا جابوها يتعصب فيها الله يحفظ يعني قد ها المضال وهذا فاطمة حتى حنا موت حنا كنموتو بالبرد البرد تبارك الله برد تبارك الله وصفات نجد امين يا ربي سيونس بيسي انا بحالك خديت الباك سيونس بيسي ايوا الله يوفقك ويسا الله يوفقكم جميعا وبيام واللي كيقرا كامل واللي عنده شي مستوى الله تعالى وبارك يوفقه انا ممرضه فاطمه تبارك الله الله يسهل لك الله يسخر لك ان شاء الله كل ما كتمنى يا ربي الحبيب تبارك الله اختي ديالي تبارك الله الله يوفقك انا باغي كنقراو والله ما عارفين اش غنقول والله يسهل الامر كي صراحه الله ما هنايا فشكل شكرا العفو الزينه ده واجب الله يوفقك الله يسخر لك الله يسهل لكم الامور ايوا الحمد لله كانت كلمات صحتش لكن مازالش ما مزيان باقي مع ماشي جميع من الجيم يا فاطمه كتبت لك شي حاجه فهمتي دخل شي واحد عند فيروس كورونا رجع عنده الفيروس رجع شي واحد عنده كورونا رجعت كان في اسبانيا مشكله وشي واحد تنتحيت بنت عمتك قالت لك تحياتي لك حبيبتي حف موفق جيجي ام محمد قالت لك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بك الزين شكرا كيفتي مزيانه بخير شكرا نتوما مزيانين كلشي بخير الحمد لله حتى حنا انا فاطمه كيقولوا كاين بعض الحالات ديال الفيروس
يعني بداو ديك الكمامات بداو يعني الله يحفظ وصاف. شدوا علينا. انا لاحظت عي كي يكون ماجي رمضان كيبقاو يخلقوا شي هذا ضهيلة مرض كيكثر مرض يجي لاحظت يا انا سبحان الله ضهيلة رمضان رمضان كنتزير وكتشد الله يسهل كيشد الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين ضهيلة هذيك رمضان تاع من اول اي والله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين ربي اللي كيحفظ اي والله ندم حدي راسو وربي يحفظنا. لا شكرا على واجب ربي يخليك شكرا. نو قالتك نو كاين المرض داكشي بغات تقول لكم زعما كيقرب رمضان سبحان الله كيكثر يعني وكيبقاو يحبسوا الناس ما تخرجوش شي كيقوى سبحان الله وتا الموت لاحظتي هاك الموت سبحان الله العظيم كتقوى في العواشر ايوا الحمد لله الله يحفظنا يا ربي الحبيب نجي الله يحفظ الله يقلل المعاناه انا ما كنكذبش عليك انا عملت ديك فاكسا كانت تعديني عند الله الصراحه زعما الصراحه كانت تعديني عند ربي كي اللي ما جاتش انا عملت الاولى شويه فحا خشبت لي يدي الثانيه يعني كانت عاد تشللني وجهي عوجلي يدي كان عيتعوق لي ما كذبش عليك واحد الحاله جاتني ما شاء الله كنبغي عنا هاد ما كنقدرش وجهي بغى يعوج لي يدي يعني ومن بعد لا اله الا اش اخبارك ريحه بجيجي ام محمد دخلت مولات الزيتون اهلا خالتي سعيده لاباس عليك بخير الصحه لاباس كلشي صحتك ديالك كلشي بخير الحمد لله خالتي ديالي ربي يخليك شكرا خالتي ديالي ربي يخليك خالتي سعيده مولات الزيتون عامله فاطمه قالت لك هي عملت ثلاثه ديال الفاكسون ثلاثه ديال لي باري لا انا عرضوا عليا عملت ثلاثه قلت لهم انا الثانيه كانت عديني عند ربي ما نكذبش عليك اثرت عليا ودابا عملت لي يعني حرق الظهر الحرق في الظهر ما كنرتاحش وخرجوا فيا شي اعراض ما شاء الله صافي والله كلاوي يعني عزيزتي صارت يعني وخبقه صغيره معلاله اي والله جيشي ام محمد قلت انا خديجه مبني من الالف بني من الالف تحيه بالنسبه لي خديجه مرحبا بك اختي ديالي البارح جبدتك اختي والله العظيم كيفتينا خديجه اختي مزيانه صحه لاباس مول دارك وليداتك كلشي على خير الحمد لله اختي ديالي توحشتك قلت لك ربي يشافيك فاطمه امين اختي ديالي ربي يخليك امين اختي ايوا الحمد لله الحمد لله الدنيا هي هادي مولات الزيتون وقيلا مشات هاي كملت لك 20 لايك تبارك الله خالتو سعيدة بقى معنا خالتو سعيدة كيفتينا مزيانة جيجي أم محمد قالت تحبك تجنى حنا وياك إن شاء الله وجميع المسلمين والمسلمات شكرا أختي ديالي ربي يخليكم شكرا نورة بوجودكم إي والله نورتو الحفل ربي يخليكم الله يطول في العمر ديالكم الله يجازيكم بخير مزيانة انا جورتني مع خالتو بشرى فوقي كيفاش مالو واخا تكون عامل هي راه كو التليفون عند ابتسام وصافي لالا فاطمه قالت لك امين يا ربي امين ايوا المهم انا نهضر مع مروان نقول لها تكلم مالك علاش مشى لا ما لا نفل لا نفهم مشات شي لا المهم ديك الساعه كنت نهضر معاك حفصه صافي انا نقول ماما تجاوبك ايوا الحمد لله الحمد لله باقي معايا في اللايف وراديجات بما لا نخفى
فاطمه قالت ليها حنايا باقي معك مرحبا بكم اختي ديالي ربي يخليك. شكرا فاطمه اختي، شكرا لكم جميعا، الله يوقف معكم في الدنيا وفي الاخره، ما ننسى لكم شي هاد الخير. اي والله الله يوقف معكم. يعني كان كيتعرض عليا اللايف وانا ما كنفهمش، ما نكذبش عليك، عاد بنيتها يعني تجاره الله يعمرها سلعه مسكينه قالت لي خالتو علاش ما كتعملش اللايف، بدا كيتعرض عليا يعني تا اليوتيوب كتكتب لي خصني نعمل لايف وداكشي. صافي قالت لي خالتو انا نطلع نساعدك وان شاء الله طلاق اللايف. والله الا دابا ان شاء الله بديت البارح، والله الا مينا كنت كنفهم كعدي طلقتو زمان يا رحمن، والله الا بالحق شويه في المره. اي والله اي والحمد لله الحمد لله. قلت لك فاطمه نتعاون، الله يرحم والديك فاطمه اختي، الله يرحم والديك ويا اختي ديالي، تعاونوا يد في يد، وهذا كيعاون هذا وربي بالعوين. اي والله الله يوفقنا جميعا، ربي يخليكم. ايوا خليكم ترتاحوا اختي، خليكم ترتاحوا، الله يجازيكم بخير، دخل عندكم الخير، الله يرحم الوالدين. شكرا بزاف، شكرا عليكم، السلام عليكم، تصبحوا على خير ان شاء الله يا ربي. تغدي ان شاء الله يا ربي، تغدي ان شاء الله يا ربي، ديما نعدلوا اللايف نعلموا الناس اللي يدخلوا عندنا ان شاء الله يا ربي الحبيب. السلام عليكم، تصبحوا على خير. سلام فاطمه، سلام عليكم، سلام الله يوفقكم. سلام، سلام عليكم، شكرا.